للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية زميلة ولاء السلامين. ولاء، السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ما زالت تربح معارك، الآن المعركة القانونية الأخيرة ربحتها القضية الفلسطينية، لكن المعركة يجب أن تستمر في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كيف تعد السلطة الفلسطينية ملفها حين يعرض الأمر على مجلس الأمن مثلا؟ صحيح، هذا ما تحدث به. إذن هذه القرارات هي رأي استشاري من لاهاي، وهذا هو غير ملزم لإنهاء الاحتلال، ولكن ما تبنيه السلطة الفلسطينية من دبلوماسية مستمرة في طرق الأبواب لحين الحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن والجمعية العامة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين اللاجئين من جميع دول العالم إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال. نحن نتحدث عن احتلال دام لسنوات كثيرة، الآن يتحدث المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الاحتلال، وربما يعني تحدث المبعوث للرئيس الفلسطيني وأيضا رئيس الوزراء وأيضا وزير الخارجية، تحدثوا أن هذه القرارات سوف تبنى عليها العديد من القرارات التي ستضق أبواب مجلس الأمن من جديد للحصول على العضوية الكاملة، وأيضا سيبنون على هذه القرار من فتوى لاهاي بأن تكون هناك قرارات رسمية بإنهاء الاحتلال. تحدثت أيضا محكمة لاهاي عن الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لسنوات، البؤر الاستيطانية الغير شرعية التي ما زالت متقدمة ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، أيضا تحدث عن المعابر والحدود وما يجري أيضا في الضفة الغربية، تحدث أيضا عن تقليص نسبة المياه التي تكون من الإسرائيليين إلى الضفة الغربية للمواطنين الفلسطينيين، أيضا تحدث عن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما أنه خلال محكمة لاهاي وأيضا الحديث عما يدور في أروقة الأمم المتحدة كان هناك هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة وأيضا بوريل وحرق عشرات الدنومات، وناهيك عن عدد من المنازل التي تضررت بفعل أن قوات الاحتلال حمت هؤلاء المستوطنين الذين قاموا بإطلاق وابل من الرصاص الحي على الفلسطينيين، وأيضا ضرب اعتداءات على الفلسطينيين سواء في بورين أو حتى في حوار. لكن أليس الوقت الآن مختلفا، لأنه هناك 9 دول اعترفت حديثا بالدولة الفلسطينية، هناك 3 دول ألمحت لقرب اعترافها بالدولة الفلسطينية، أحزاب اليسار ربما ألمحت إلى اعترافها بالدولة الفلسطينية إن وصلت إلى سدة الحكم، حتى حزب العمال حين كانت هناك انتخابات بريطانية ألمح للاعتراف بالدولة الفلسطينية. مجموع من اعترف الآن بالدولة الفلسطينية حول العالم يقترب من 165 دولة، يقارب تقريبا عدد من اعترفوا بإسرائيل. فبالتالي الآن مع دفعة قانونية جيدة، هل تعتقدين الآن أن السلطة الفلسطينية تعد بشكل مختلف العدة لمعركة دبلوماسية أمام مجلس الأمن أو حتى في أروقة الأمم المتحدة؟ بالتأكيد الاعترافات الدولية هي مستمرة ما بين الحين والآخر، نسمع عن دول في أنحاء متفرقة من دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، وذلك من حق الدولة الفلسطينية أن يكون هناك اعتراف بها من كل دول العالم، لا سيما أن مؤسسات الدولة هي قائمة وما زالت تستمر بأعمالها، وأيضا حيثما قال رياض المالكي وأيضا غيرهم من الوفود المتعاقبة في وزراء الخارجية وأيضا رياض منصور تحدثوا كثيرا عن أن دولة فلسطين ما زالت ماضية قدما للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى وإن شاهدنا أيضا هناك المبعوثين والوفد الرسمي الذي داخل هو محكمة لاهاي تحدث بأنه يجب على جميع دول العالم التي لم تحضرها للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه يجب عليها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاصة
من بعد أنه تم إقرار هذه الفتوى بأنه الاستيطان في الضفة الغربية هو غير شرعي ويجب الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة متكاملة لا حق السيادة في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. ولكن الإسرائيليين ما زالوا يعني يتعمدون بشكل أو بآخر بإجهاض مشروع الدولة الفلسطينية، كما تحدث بنيامين نتنياهو وسموتريش وبن غفير بأنه لا سيادة، وخاصة أن هناك كان قرار من الكنيسة بعدم وجود دولة فلسطينية وعدم قيامها حتى في المستقبل البعيد أو حتى القريب. وإذا ما كان هناك اعتراف من دول العالم بهذه الدولة سيتم اتخاذ بؤر استيطانية ومنح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية للحيلولة دون دولة فلسطينية. ولا سلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، أشكرك جزيل الشكر.